امبارح احتفلت نور ستارز بعيد ميلادها من بعد عودتها من أمريكا لدبي، وكانت الأجواء جدا رائعة بحضور عدد كبير من المشاهير، والحفل كان محط الأنظار. فتساءل الجمهور عن سبب عدم تواجد البعض في الحفل مثل غيث مروان أو أسامة مروة، وأكثرهم تم تداول اسم نارين بيوتي خاصة بعد الصلح اللي كان بينهم مؤخرا، حيث ممكن يكون السبب أنهم كانوا مشغولين فامتنعوا عن الحضور أو حبوا يخلوا صداقتهم بعيدا عن أضواء السوشيال ميديا. فالحفل كان تحت الأضواء وأنظار الجمهور، فشو رأيكم أنتو؟ ومن جهة تانية تداول الجمهور صور وستوريهات لنارين وإخوانها شيرو جلال وغيث مروان من جهة أخرى فترة تواجدهم بمطعم شاورما بدبي، وذلك بوقت تقريبا واحد. فتحدث الجمهور عن إمكانية اجتماعهم هناك وامتنعوا عن التصوير مع بعض، فبعد الصلح بينهم ما شفنا ولا ستوري جمعهم ببعض لحد الآن. فشو رأيكم أنتو؟ هل بنظركم التقوا أم لا؟ لك منور منور أبو الغيس ميك برو. بس شو حبيبي؟ هذا الصور ما تنزل عنا، أنا معزوم على العشاء. هلا مفروض معزوم على العشاء وجاي تأكل شاورما ما أقول لحدا؟ حاضر. وين؟ ليه ما تأكل؟ أنا مش فاهم. أنت ما كنت عم تأكل؟ لا جاي تسلم الصور شفتني في ضعينك. جاي تسلم جاي تطمن على الوضع وتروح ما معلق؟ هلا حاول يعني ما تقول ماشي.